حصدت دولة الكويت 4 جوائز في فئة المعلمين والطلبة المتميزين بالأداء التعليمي، والتي تقدمها مؤسسة حمدان بن راشد المكتوم للأداء التعليمي المتميز. وقد احتفت وزارة التربية بالفائزين في مطار الكويت الدولي لدى وصولهم اليوم. استقبلت وزارة التربية والتعليم الفائزين بجائزة مؤسسة حمدان بن راشد المكتوم للأداء التعليمي المتميز في جميع المجالات التعليمية، وقد حصدت الكويت العديد من الجوائز. هذه النتائج ما جاءت من فراغ، لكن من عمل دؤوب من خلال رؤساء الفرق واللجان العاملة، يعني اللي أفنوا جهد عملهم للوصول إلى منصات التتويج من خلال العمل الرائع اللي بذلوه من خلال هذا التميز، وهذا يعطينا دافع أكبر للعمل خلال الدورة القادمة لنحقق هذه الإنجازات تلو الإنجازات، لأن إحنا دائما ككويت لازم أن نصل إلى المنصات التتويج، ولن نقبل غير وصولنا إلى المراكز المتقدمة. 5 جوائز في جميع الفئات حصدتها الكويت: جائزة المنسق العام، وجائزة البحث التربوي، وجائزة المعلم المتميز، والأداء المدرسي المتميز، وفئة الطلاب. هذه الجائزة ما كانت حصاد لحظات، ولكن كانت حصاد فترات طويلة وسنوات، ولله الحمد قدرنا نحصد عليها ونرفع علم الكويت ونقول أن الكويت هي في مجال التعليم هي في العلا، والحمد لله. طبعا هالجائزة حصلت عليها بعد تعب طويل وجهد كبير على مدى 2 سنين، والحمد لله بسبب المثابرة والجهد والاجتهاد وإني صبرت وما وقفت كملت الحمد لله هالسنة فزت بالجائزة. الاستمرار في الجهد والعمل في تطوير العملية التعليمية داخل وزارة التربية والتعليم تحصد ثمارها في جوائز مؤسسة حمدان بن راشد المكتوم. وعلي الحويدر، تلفزيون دولة الكويت.